اهلا بحضراتكم، وخلونا يمكن بالخبر اللي الكل اكيد عرفه وتداولته المواقع والقنوات وما الى ذلك، وهو انتقال المغفور للدكتور المهندس شريف اسماعيل الى رحمة الله. خرج من رحمة الله ذهابا الى رحمة الله، الله يرحمه. وزي ما كنت بقول مع زميلاتي، راجل من اخلص واشرف وافضل واكثر الرجال تواضعا. حظي الجيد ان انا اتشرفت وسعدت بمقابلته اكتر من مره، وكان في بعض هذه المقابلات الحقيقه في مكتبه بشكل مباشر، وكان من الناس اللي تحب تقعد وتتناقش وتستمع بمنتهى الهدوء بمنتهى الانصات وبمنتهى الحكمه لاي وجهه نظر طالما انها تحمل شيء ما، الله يرحمه. والمهندس شريف الحقيقه لما تيجي تقعد تبص كويس على اللي قدمه لهذا الوطن في تاريخه كله، غير اللي قدمه كمان وهو وزير للبترول، واللي قدمه وهو رئيس لمجلس الوزراء المصري، الراجل اللي بدأ سياسة الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد، الراجل اللي في وقت توليه منصبه كرئيس لمجلس الوزراء تم رفع التصنيف لائتماني لمصر، الراجل اللي هو وزير بترول بعد ما كانت توقفت الشركات العالمية على استمرار عملها معانا في مصر بسبب ارتفاع المديونية لحوالي 6 مليار دولار آنذاك في 2013، بدأ المفاوضات وبدأ يخلي الشركات ترجع تشتغل تاني، وبدأ التسديد لدرجة ان احنا وقتها سددنا حوالي 3.2 مليار دولار. ثم استكمل نفس ذات المشوار وهو رئيس للحكومة فانخفضت المديونية لواحد مليار. الراجل اللي عمل اتفاق شركة إيني وحقل ظهر، الراجل اللي في عهده بنى استراتيجية لتحويل مصر لمركز عالمي للطاقة وتحديدا للغاز الطبيعي. حدث قدر ما استطعت على ما قدمه الدكتور مهندس شريف اسماعيل رحمة الله عليه، 1000 مليون رحمة ونور تنزل عليه، يسكنه فسيح جناته. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. طبيعي جدا انه فخامة الرئيس ينعي المهندس شريف اسماعيل، طبيعي مش بس علشان المهندس شريف اسماعيل قدم ما قدم، ولكن لانه الرئيس عارف قيمة الراجل ده، وعارف قيمة المرحلة شديدة الصعوبة اللي تولى فيها المهندس شريف اسماعيل، سواء إذا كان منصبه كوزيرا للبترول أو رئيسا للحكومة. ونعى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص الحزن والأسى رئيس الوزراء السابق الدكتور شريف اسماعيل. قال الرئيس على صفحته على فيسبوك ما نصه كالآتي: أنعي بخالص الحزن والأسى رجلا فاضلا من خير رجال مصر، رجلا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف اسماعيل. لقد كان الراحل رجلا عظيما بحق، تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسؤولية الصعبة. لم أرى من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه. إنني أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هنا تنتهي كلمات فخامة الرئيس في نعي وعزاء الدكتور شريف اسماعيل، الله يرحمه. عايز أرجع أقول لك مجموعة يمكن من المعلومات على الدكتور شريف اسماعيل، بخلافا أنه هو تخرج سنة 1978 من كلية الهندسة قسم ميكانيكا جامعة عين شمس، ودي كانت البداية. بطبيعة الحال اتخرج واشتغل كمهندس في البحث والاستكشاف في شركة موبل حتى
انه بعدها بدا العمل في شركه ام بي سنه 79، قعد سنه مع موبل. فضل من 79 لحد سنه 2000 مع ام بي، الى ان وصل الى منصب مدير عام الشؤون الفنيه وعضو بمجلس الاداره. بعد كده وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز من 2000 ل 2005. بعدها بقى رئيس مجلس إدارة شركة إيجاس من سنة 2005 لسنة 2007، ثم رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول من 2007 ل 2013. 2013 وتحديدا يوم 16 يوليو تولى مهامه كوزيرا للبترول في جمهورية مصر العربية، واستمر وزير للبترول لحد يوم 18 سبتمبر سنة 2015. بعدها كلف كي يكون رئيس مجلس الوزراء المصري من يوم 19 سبتمبر 2015 لحد 5 يونيو 2018. بعدها أصبح مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وتحديدا من يوم 14/6/2018. زي ما كنت بقولك في بداية الحلقة، ليه مجموعة من الإنجازات لو عدناها هناخد وقت طويل. تعال نشوف أبرز إنجازات المهندس شريف إسماعيل الله يرحمه. ارتفاع التصنيف الائتماني المصري، بدء الإصلاح الاقتصادي في مصر زي ما كنت بقولك، وبدء الإصلاحات الهيكلية، والقرار اللي اتخذ في نوفمبر 2016 بتعويم سعر الصرف، إلى جانب قرار تحريك أسعار المحروقات وزيادة قيمة الدعم للفرد في البطاقة التموينية، فالدعم يروح للي يستحقه. وقت المهندس شريف إسماعيل تم إطلاق معاش تكافل وكرامة. وقت المهندس شريف إسماعيل بدأنا مشروع إصلاح التعليم في مصر. وقت المهندس شريف إسماعيل بدأنا إعادة تنظيم أحكام البرنامج الخاص بطرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة اللي الدولة بتساهم فيها في الأسواق، بحيث إنه ندي دفعة ونشاط للبورصة المصرية ويتم توسيع قاعدة الملكية. وقتها اتعالج تقريباً حوالي 1,000,000 مريض من فيروس سي. وقته بدأنا مشروع إنشاء آلاف الوحدات السكنية لأهالينا في المناطق العشوائية، وتعمل لهم الإسكان البديل اللي عليه القيمة. في وقت المهندس شريف إسماعيل أنهينا الأزمة بتاعة توفير الغاز الطبيعي والوقود والطوابير والأنابيب وهلم جرة. في وقته زاد إنتاج الغاز الطبيعي بتحقيق كشف ظهر الشهير اللي كنا وقتها اكتشفناه في أغسطس 2015، ونجح وقتها المهندس شريف زي ما كنا بنحكي في سداد جزء كبير من مستحقات الشركات الأجنبية بعد زيادتها لأكثر من 6 مليار دولار في أغسطس 2013. لو هنرجع بالزمن افتكر عناوين الجرايد، كل الشركات وقفت شغلها وقالوا مش مكملين غير لما تسددوا. الناس اللي بتشتغل في البترول بالتحديد المستحقات تراكمت، والوضع الاقتصادي شديد الصعوبة. بدأ يشتغل المهندس شريف إسماعيل على خفض المديونية دي، ووصلها ل 2.8 مليار دولار سنة 15. بعد كده وهو رئيس وزراء نزل هذه المديونية لتصبح 1 مليار دولار، واكتشفنا زي ما كنا بنتكلم أكبر حقل للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط بتاعنا، حقل زهر الشهير. وأعلنت شركة إيمي الإيطالية توقيع الاتفاقية البترولية الخاصة بها في يناير 14 إذا كنت تفتكر، ما هو الناس بدأت تاخد مديونياتها. الاتفاق ده هو حصيلة أو نتيجة من مجموعة اتفاقيات وقعتها وقتها وزارة البترول وقت ما كان المهندس شريف هو وزير البترول المسؤول. عملنا 65 اتفاقية باستثمارات كان حدها الأدنى أكتر من 13 مليار دولار. اتحفر 254 بير. وتم بقى إطلاق استراتيجية وزارة البترول علشان مصر تتحول إلى مركز إقليمي للتجارة وتداول الطاقة. رحم الله الفقيد. وأكثر من أمثاله.
رحم الله الفقيد وأكثر من أمثاله. خلونا ننتقل إلى موضوع تاني. الموضوع لا يبدو بعيد لو حبيت تبص عليه من الزاوية اللي هقولك عليها. اللي حصل من 13 لحد النهاردة طريقة معينة مختلفة بالكلية في إدارة مصر، إدارتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، نظرتها للتعليم، إلخ إلخ إلخ، نظرتها لكل شيء. ولو تفتكر أنه عملنا منتدى مهم جدا هو منتدى شباب العالم، عملنا منه 4 نسخ إن كنت بتعد ورايا أو عديت قبل ما نعد. والمنتدى ده بالمناسبة كان نقلة مهمة جدا 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 من وقت إطلاقه وحتى هذه اللحظة. طيب الجديد إيه؟ الجديد إنه المنتدى طول الوقت يواكب ما يحدث في العالم. يعني على سبيل المثال، فاكرين المنتدى في النسخة الرابعة السنة اللي فاتت؟ وفي النسخة الرابعة كان في جانب مهم جدا من المنتدى يتحدث عن المتغيرات المناخية ورؤية شباب العالم في هذه المتغيرات وكيفية التعامل معها وهكذا. المنتدى السنة دي أيضا يواكب ما يحدث في العالم اقتصادا، احتقانا، إلى آخره. فتيجي إدارة المنتدى بذكاء واضح وتضع يدها على ما يحدث في العالم وتبدأ تاخد قرارات. طيب إيه القرارات أو القرار المهم؟ إن إحنا لازم نطور إطلاق النسخة الخامسة من المنتدى. المنتدى يطلق بشكل سنوي كما هو معهود، ويطلق من شرم الشيخ كما تعودنا، بس قلنا لازم نخصص عوائد الرعايات هذا العام. والمنتدى ده بيجيب الفلوس بتاعته من الرعايات اللي بتخش. طب قلنا ما ناخد الفلوس بتاعت الرعايات السنة دي ونبدأ نشتغل في ان احنا نستغلها لتنفيذ حزمة كبيرة جدا من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية المهمة اللي هتأثر بشكل مباشر على المواطن والشبان بالتحديد باعتباره منتدى شباب العالم. وبدأنا في المنتدى أو بدأت إدارة المنتدى تتعاون مع شركائها من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية علشان يتم تنفيذ هذا الشكل. خلونا ناخد معنا على التليفون صديقي العزيز النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا 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 يا سيادة النائب. أهلا أهلا بصديقي عزيز. عامل إيه؟ إزي حضرتك؟ أخبارك إيه؟ كله تمام، يا رب تكون كل حاجة بخير. يا رب دايما يا رب. أنا عاجبني جدا إطلاق النسخة الخامسة من المنتدى بهذا الشكل أو بهذا الشكل المطور واستغلال عوائد الرعايات في إطلاق مبادرات، لكن أنا عايز أشوف وجهة نظرك ورؤيتك لهذا التطوير. إحنا زي ما إحنا يعني كل سنة بنشوف إن بيبقى في منتدى شباب العالم بيضم جميع الشباب من مختلف أنحاء العالم، سواء كمان دول أفريقية ودول أوروبية. عملنا يعني الحمد لله حضرت كل النسخ اللي فاتت وشفت مجهود كبير جدا الدولة المصرية بتقوم بيه من خلال الشبابنا اللي موجودين داخل منتدى شباب العالم. يعني النسخة السنة دي مختلفة تماما، ان لما يتوجه زي ما حضرتك قلت في البداية ان فلوس الشركات الراعية، ودي برضو خليني أسرس عليها قوي، ان عشان كان الناس من السادة المواطنين كان بيقول ايه لازمة الـ4 نسخ اللي فاتوا، او الفلوس دي هل من ميزانية الدولة المصرية ولا لا. على مدار النسخ اللي فاتت دي برضو بأكد عليها يوسف، ان كانت الشركات الراعية اللي دايما بتبقى عندها ادارة اسمها ادارة المسؤولية المجتمعية او التسويق عندهم، بيبتدوا يقولوا ليه منتدى شباب العالم احنا هنرعى المنتدى. فكرته ان لما يبقى في افكار محترمه من ملف زي ملف رياده الاعمال، شفنا على مدار النسخه اللي فاتت والنسخه كمان اللي قبلها ازاي دول قدرت تعمل تنميه حقيقيه من خلال اهتمامها بالمشروعات الصغيره والشركات الناشئه. فلما السنه دي يتوجه الدعم ده كله مش من خلال ان يبقى في مؤتمر فقط، لا ده يبقى في تنفيذ على ارض الواقع من خلال تدريبات هتتم في الملف ده، من خلال تمويل مبدئي هيتم في ملف الشركات الناشئه، وزي ما حضرتك كمان شفت ان عملوا شراكات مع اكتر من جهه. صحيح. سواء مؤسسات مجتمع مدني او مؤسسات دوليه عشان خاطر يعملوا فعلا تنميه حقيقيه لملف الشركات الناشئه. وانا عايز اقول حاجه كمان، يعني برضو معلش انا هوصل ده كمان، ان الفكر ده رايح لجلسات الحوار الوطني اللي هتبدا خلال الفتره القادمه، ان احنا هنناقش مشاكل رواد الاعمال. فمن ضمن المشاكل كان بيقول لك والله انا محتاج تمويل عشان خاطر اقدر
استمر في المشروع بتاعي، فلما يبقى المنتدى بيتيح ده للشباب ده شيء طيب جدا. وفي حاجه ثانيه كمان مبادره محترمه اطلقوها عشان خاطر يعني عن موضوع التحديات اللي بتقابل الامن الغذائي، فلما برضو يهتموا بتطوير قدرات المزارعين ويشوفوا الصناعات الغذائيه في مصر وكمان في دول افريقيه ده شيء محترم جدا. ولما كمان الاقي المؤتمر رايح لحته الصحه النفسيه، ده برضو الناس كتير ممكن تتساءل يعني ايه الصحه النفسيه، ايه المشاكل اللي بتواجه، هل فعلا في داخل المدارس وداخل الجامعات في شباب بتواجه مشاكل نفسيه؟ اه طبعا في شباب بتواجه مشاكل طبعاً كبيره جدا. فلما الدوله يعني تولي في اهتماماتها في 2023 الملف ده، فده شيء محترم جدا. وعايز اوضح برضو حاجه محترمه لما قريت وشفت النهارده واحنا حاضرين في اطلاق النسخه الخامسه كنسخه تنفيذيه، فكره ان يبقى في منصه بتجمع كل شباب العالم عشان يبثوا فيهم فكره روح التطوع، ده برضو شيء محترم جدا. طب ده برضو المواطن لما بيسمعنا دلوقتي هيشوف يعني قياس الاثر بتاعه على ارض الواقع ازاي؟ بستاذن الناس تابعوا صفحه منتدى شباب العالم، شوفوا الناس دي بتحقق ايه، شوفوا الانجازات اللي حصلت الفتره اللي فاتت من خلال المؤتمرات اللي تمت. الجاي اكتر من ده المؤتمر اللي هيتم السنه دي مش مؤتمر من اجل ان احنا نجمع الشباب، لا ده احنا هنشوف الشباب في دول افريقيه نجحوا ازاي في الملفات دي، ويبتدوا الدوله المصريه تدعم سواء في افريقيا او كمان في المجتمع المصري. فطبعا يعني ده شيء محترم جدا ان يتم التوجه، عشان في ظروف اقتصاديه دي مش ظروفنا احنا كمصر، ده العالم كله بيواجه ده، فكانت لازم رساله للعالم ان الدوله المصريه برضو ما زالت واقفه في ظهر الساده المواطنين، سواء بقى بالمشروعات الصغيره او بالكلام اللي وضحته لحضرتك ده كله. طيب احمد، لان انا عارف انه انت من الناس اللي مهتمه جدا وبمنتهى العمق بمساله التدريب وبمساله التطوع. في ناس كتير لسه قاعده بتفكر في مساله التطوع ده واهميته وهيضيف ولا مش هيضيف، مساله التدريب والمزيد من التدريب لدعم ما نطلق عليه سي في او السير الذاتيه. لسه في ناس مش قادره تستوعب ده، خصوصا انه اللي بيقوموا على تنظيم المنتدى كل سنه هو جيل من المتطوعين. ايه اهميه الحاجات دي ببساطتك المعهوده؟ قولها لنا. بص انا اقول لك حاجه انا يعني لمستها في خلال الفتره اللي فاتت في التحضير لجلسات الحوار الوطني. في جيش من الشباب محترم جدا في الاكاديميه الوطنيه للتدريب، شفت ان هو ازاي فعلا حصل لهم عمليه تدريب وتاهيل بمعنى الكلمه، عشان لما نبتدي نتناقش وخلاص الكلام ده طالع للنور خلال الفتره الجايه، يعني اقل من اسبوعين بالظبط ان شاء الله يتم اطلاق الجلسات الاولى للحوار الوطني بإذن الله. طب عشان المشاهد يسعى يقول لك طب انا سامعه من شهر 4 اللي فات ايه اللي كان بيحصل؟ في عمليات تطوعيه محترمه جدا الشباب قاموا بيها على مستوى محافظات مصر من خلال مؤسسات مجتمع مدني، من خلال الاحزاب، من خلال تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. فكل الحاجات دي كلها ده شباب بيتطوع عشان يروح يسمع المواطن يقول له ايه المشاكل اللي حضرتك بتواجهها. فممكن حتى دلوقتي وانا بتكلم معاك حد من الساده المواطنين يقول الله يعني هو انتم مش عارفين مشاكلنا، مش عارفين ان مشاكل في حاجه في الصحه، مشاكل في التعليم. طبعا في مشاكل في الملفات دي، بس احنا بحاجه اسمها بنولي اولويات الاهتمامات الدوله المصريه. الصحه احنا سمعنا افكار اكتر من رائعه من الساده المواطنين وهيتم تطبيقها على ارض الواقع. طب هل ده ما كانش بيحصل تطوير الفتره اللي فاتت؟ كان بيحصل، بس لما الرئيس يقول انا عايز اسمع للساده المواطنين دي حاجه محترمه جدا. طبعا. واللي اكتر من ده لما لقينا فعلا افكار ولقينا فعلا اقتراحات في ملف الشباب وبالاخص انشطه طلابيه واتحادات طلبه. انا عايز اقول لك يا يوسف ان احنا عملنا مبادره محترمه جدا على التيك توك، ولما نزلنا الناس كانت تقول لك انت هتروح تخاطب الحوار الوطني وتقول يلا يا شباب تعالوا تتطوعوا بافكاركم ومقترحاتكم على منصه كل الاغلبيه فيها ما لهاش اي علاقه بالكلام اللي بيحصل بالجد يعني او لتنميه مجتمعيه. الحمد لله الاستيعاب بتاع الشباب لما دخلوا معانا على منصات التواصل الاجتماعي وبالاخص منصه تيك توك، احنا جالنا كميه افكار محترمه ومقترحات في الرسائل. عايز اقول لك يوسف ان هيحصل تغيير حقيقي ان شاء الله خلال الفتره الجايه، وده من افكار الشباب. ما هو ده كان موجود انشطه طلابيه، بس لما سمعنا للشباب اكتر قالوا لنا على كميه مشاكل يا يوسف ان شاء الله هنوجد لها حلول داخل الحوار الوطني. ولما الرئيس يطلع بتوصيات تخدم الملف الانشطه الطلابيه واتحاد الطلبه، هو ده معنى حقيقي للتطوع. لو انت عايز تخلق كادر سياسي
او كادر مجتمعي عمرك ما هتقدر تخلقه الا من داخل المدارس وسواء الخاصه او الحكوميه وايضا الجامعات الحكوميه والخاصه والاهليه. 100%. فكره التطوع دي يعني شيء محترم جدا. الناس يعني عايز اقول لك الاف من الشباب عايز تتطوع بس ما تعرفش اقدر اتطوع فين. صحيح. اخيرا حصل حاجه محترمه الفتره اللي فاتت اسمها التحالف الوطني للعمل التنموي. التحالف ده احنا زمان يوسف كنا بالنادي يا جماعه عايزين مؤسسات مجتمع مدني نعرف لو هم بيشتغلوا في ملف الحمايه الاجتماعيه اساميهم ايه. طب هل الاسامي دي لما بيروحوا يشتغلوا في المحافظات المختلفه هل في تنسيق ما بينهم وبين بعض لما انا انزل اوزع كراتين او 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 عشان خاطر اقدر احقق حياه كريمه للساده المواطنين؟ مين الجمعيه اللي كانت بتوزع؟ ممكن جمعيتين ثلاثه بتوزع في نفس المنطقه ويبقى في ناس مستحقين في منطقه ثانيه. العمليه التطوعيه اللي حصلت من خلال مؤسسات المجتمع المدني اكثر من 24 جمعيه محترمه اشتغلوا مع بعض وابتدوا ينسقوا مع بعض فده عمل برضه عمليه وروح من ان طبعا. الشباب بتقول لك الله انا ابتديت اعرف اروح اتطوع فين. بس هل ده يكفي؟ لا طبعا احنا لينا دور مهم سواء كحوار وطني او كسواء في التنسيقيه او كمجتمع مدني ككل ان احنا نجذب اكبر عدد ممكن من الشباب لعمليه روح التطوع اللي ان شاء الله هتطلع للنور اكتر من كده بكتير خلال بإذن الفتره الجايه. باذن الله. انا بشكرك جدا 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 كل الشكر سياده النائب احمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقيات شباب الاحزاب والسياسيين. قبل الفاصل انا بس عايزك تبقى فاهم حاجه صغنططه عزيزي المشاهد، مش اي مشاهد بالمناسبه، الشبان يعني طلبه المدارس الثانوي وطلبه الجامعه. الجيل اللي بيحكم اوروبا يعني رؤساء ورؤساء حكومه في اوروبا خلال العشرين سنه اللي فاتوا كلهم شبان جم من العمل العام، سياسي كان يعني عمل سياسي أو عمل اجتماعي. كلهم بدأوا هم في أعماركم 16 و17 و18. لن تجد واحد فيهم لم يمارس العمل العام، لن تجد يعني حسما وجزما وتأكيدا، لن تجد في أوروبا بالكامل. عشان كده هتلاقي إنه حتى كل الخطوات اللي خدوها، الخطوات اللي تتسمى كده باللغة الإنجليزية يقول لك بروجريسيف، خطوات تقدمية غير معهودة، فيها أفق، فيها أفق متسع وبعيد وحلم كبير وواسع وهكذا. أنا بقول لك 20 سنة اللي فاتوا كلهم جايين من العمل العام على ألوان وأشكاله المختلفة. عايز لنفسك بجد مستقبل يبقى لازم تمارس العمل العام. أزيدك من الشعر بيت يعني؟ طيب حضرتك لو عاوز تتقدم إنك تحصل على منحة دراسية في جامعة مش عارف إيه في أمريكا ولا وجايب درجات اللي إيه بقى أنت ناجح هنا جايب 100%، ما تتصورش إن ده اللي هيخليهم يقبلوك يدوا لك منحة يعني. لأن هو بيسألك هو أنت كان عندك نشاط في العمل العام والاجتماعي؟ طب عندك بطولات رياضية؟ طب لو ما عندكش كده ثق ان فرصك عماله بتتضاءل، فرصك في الترقي عموما في مهنتك وفي الوضع الاجتماعي برضو جزء كبير جدا منها مرتبط بعلاقتك بالعمل العام. لحد كده هروح فاصل ونرجع نكمل الكلام. اللي حاصل ده هو الشغل الفاخر اللي من الاخر بصراحة. انا احب اللعبة الحلوة وشجع النادي لما يلعب حلو وانبسط بالكرة المصرية وشجعها في أي حتة. تيجي تقول لي زملكاوي اسماعيلاوي مصري لا يا النعمة لو نادي إسكو والأهلي بيلعب أو غيره بيلعب مع نادي مش مصر أنا أشجع على طول. الأهلي لعب النهاردة حلو، خد بالك الجماعة الأمريكان دول حاجة ما شاء الله كده طول بعرض، يعني مثلا مقاس اللارج بتاع أمريكا اكس لارج من بتاعنا، ده جد مش هزار. أنا بكلمك بأمانة يعني. طيب فلما احنا نلعب مع الجماعة الأمريكان بنبقى عاملين حسابنا. ما شاء الله العيال أبواب. طيب لياقة موجود. صحة حديد. عيال إيه مذهلين ودلذينة. وبعدين يجري في الملعب تحس إنه عامل زي خيل السبق. رايح جاي وجاي ويخيلك كده، عيال صعبة جدا جدا.
فرقه الاهلي لما بتيجي تلعب بصرف النظر بقى هنا امتلاك المهاره بتاع الاهلي ده شيء رائع، بس هم الجماعه الامريكان دول جيناتيكلي جينيا وراثيا هم اقوياء حيطان كده عاملين زي لعيبه المارينز، فكون انك تفوز عليه ده شغل عالي قوي، تعرف تفلت منه ومن لياقته البدنيه ومن قدرته على الجري والشقلبظات اللي بيعملها في الملعب ده حاجه عظمه جدا. فعجبني جدا بصراحه اللعب بتاع الاهلي النهارده. قفشه جاب لنا 1-0، 100 فل و14، عاش يا قفشه وعاش يا اهلي. بالمناسبه احنا بنتكلم تاني، الاهلي في البطوله دي بيلعب باسم مين؟ اسم النوادي المصريه. من المنتظر انه باذن الله الاهلي يلعب قدام ريال مدريد، طبعا ريال مدريد غني عن التعريف، بطل اوروبا يعني، ما فرقه جايبه من الاخر طول الوقت، ما اقوى فرقه في الدنيا تقريبا. فاحنا هنا بنتكلم عن احنا الاربع الجاي عندنا ماتش مع ريال مدريد، احنا قدها، احنا باذن الله سبحانه وتعالى قدها وقدود، يعني كلنا ان شاء الله ثقة في ربنا سبحانه وتعالى وفي انه الاهلي يقدر باذن الله يقف قدام ريال مدريد ويكسب. اه والله. طيب التاريخ بيقول ايه؟ التاريخ بيقول انه الاهلي لما لعب قدام ريال مدريد قبل كده فانه فاز في المباراة دي، انا فاكر كانت سنة 2002 وكانت 1-0. السؤال بقى، هل الاهلي يقدر تاني ولا لا؟ صاحبي هيقول لي، صديقي العزيز ناقدنا الرياضي الكبير احمد درويش، طمني الاول ازيك استاذ يوسف؟ ازيك؟ عامل ايه؟ وحشني، بستمتع دايما ان اكون معاك. لا والله زمان اللي ببقى مبسوط ان اسمع صوتك يا درويش. ربنا يخليك يا استاذ يوسف، كل التحيه لكل مشاهدي القناه الاولى والتلفزيون المصري. قبل اي حاجه مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لفريق النادي الاهلي، مبروك لاداره النادي الاهلي، مبروك لكل الجمهور المصري المحب بلده. ليه بقى يا استاذ يوسف؟ عايزك تتخيل معايا المانشيت كده بحسك اعلامي وصاحبي وتقول ايه؟ الاهلي يواجه ريال مدريد في نصف نهائي كاس العالم للانديه. انت يعني مستوعب؟ تعالى بقى ناخدها ايه؟ الاهلي بين قوسين المصري. اه مستوعب؟ ياه، حجم الفخر والدعايه والتواجد اللي عمله النادي الاهلي المصري للكره المصريه والعربيه والافريقيه، حاجه كده تدعوك فعلا ان انت تبقى فخور. انا صح. بتكلم على ممثل مصر طبعا، ممثل عرب، ممثل افريقيا طبعا، معانا ممثل عربي اخر هو الهلال السعودي الاشقاء الاعزاء، لكن وكان الاهلي يا استاذ يوسف اصبح يعني يحمل على عاتقه في هذا المحفل او هذه المناسبه بالتحديد كاس العالم عندي عاتق الكره الافريقيه. يعني الاهلي دايما دايما الوداد المغربي، كامل احترامنا وكامل حبنا للشعب المغربي طبعا، مقدرين حجم الدعم والمساندة للنادي الاهلي في المغرب، لكن دايما رجل المواعيد الكبيرة هو الاهلي. ثالث العالم في اخر بطولتين هو الاهلي. الاهلي بيلاعب ريال مدريد، دي تكفي، دي تكفي في عام ايه؟ انت زيرو بطولات كمنتخب مصر، خسران نهائي كاس امم افريقيا، ما صعدتش كاس عالم، عندك شوية مشاكل في نظام الكرة في مصر، لكن الامل والبسمه الوحيده اللي هي في الفتره الاخيره دايما في منصات التتويج هو الاهلي. ليه بقى؟ انت بتلاعب ريال مدريد، فتلاقي الماركه الاسبانيه بتقول لك ريال مدريد يضرب موعد مع الاهلي في نهائي كاس العالم للانديه، وهتلاقي اسم الاسبانيه بتقول لك وهكذا وهكذا وهكذا. ده حجم البراند، حجم التسويق، حجم الوجه الحلو للكره المصريه هو النادي الاهلي. احنا كلنا محبي البلد دي، محبي الكره الحلوه، صح، المنتمين للبلد لازم يقولوا ان احنا عندنا حاجه حلوه، حاجه جميله في مناخ رياضي مليء حاليا بالمشاجرات. طب سؤال بقى ابو حميد، والاتهامات وكل حاجه تدعو الى ان احنا نكون متضايقين طبعا للاسف، لكن الاهلي رسم على وشنا بسمه من الودن دي للودن دي بصراحه. طبعا ما اقدرش انكر. هقول لحضرتك حاجه، قولي لغه الارقام اللي انت بتحبها. اه تعرف ان ريال مدريد هو الاكثر تتويجا في العالم في التاريخ ب 28 بطوله؟ ماشي. عارف الاهلي هو المركز الكام؟ كام؟ الثاني ب 24 بطوله، يعني دي مواجهه ما بين الاول والثاني عالميا في حجم البطولات.
يعني لك ان تتخيل ان انديه العالم كلها بما تحمل من نفوذ ومال و و و و الاهلي بيتفوق. لا على القصه انت فاهم، القصه مش قصه فلوس خالص. قصة تاريخ بيتكتب، مجد بيتسطر، قصه عزيمه. ولاد كان بيلعبوا من سنتين في نص النهائي امام بايرن ميونخ بطل اوروبا في قطر، وكمان يومين هيلعبوا امام ريال مدريد في المغرب في نصف نهائي كاس عالم انديه. طب عندي سؤال، عندي سؤال مدريد. عندي سؤال بعد اذنك، يعني تفتكر الاهلي ممكن يفوز على ريال مدريد؟ واذا فاز ده معناه ايه؟ يعني هيؤثر على الاهلي ايجابيا الى اي مدى؟ طيب واذا ما فازش هيحصل ايه؟ طب ممكن تحط ايديك على عينيك اهو ثانيه واحده، تخيل معايا كده تونس كانت تكسب فرنسا بطل كاس العالم 2018 1-0 في كاس العالم الاخيره، ما كناش نتصور ده. طب تتصور ان الكاميرون تكسب البرازيل كانت المرشح الاقرب للقب السنه دي 1-0؟ لا برضو. طب حط ايديك الاثنين بقى عشان الجايه اتقل. اهو تتخيل ان المغرب توصل المرحله اللي وصلت لها في كاس العالم الاخيره؟ برضو ما كناش متخيلين. كان اقصى احلامنا ان احنا نصعد للدور الثاني. هل اصبحنا في زمن المعجزات؟ ما فيش معجزات. كره القدم 11 ضد 11. كره القدم دلوقتي العطاء في الملعب. مفيش حاجه اسمها كده. اللي بيحترم الكوره، الكوره بتحترمه. صح. الاهلي النهارده ما كانش في افضل حالاته، وكولر من وجهه نظري بالغ شويه في احترام الفريق الامريكي. انه كان متحفظ شويه وتلعب بثلاثه في ارتكاز في نص الملعب وغير المثلث الهجومي وكاد وقاد حاجات كتير قوي. اوكي. لكن في النهايه في حزيمه. في لعيبه قاعده على الدكه مركزه فنزلت غيرت الشكل. فالتوفيق دايما بيساند المجتهد. صاحب العزيمة الأقوى والإرادة الأقوى والطموح الأقوى. بأمر الله. طيب تتوقع أن كولر يغير تكتيكاته لما هيلعب مع ريال مدريد؟ طبعا يا راجل، أنت لو تحط خطة هتلعب بخمسة أربعة واحد ده طبيعي. أنت بتلاعب فريق ريال مدريد هو الأفضل أوروبيا في هذا التوقيت، رغم غيابات بنزيما وهازارد وبعض الغيابات، لكن هو ريال مدريد فرق شاسع. نحترم الفوارق الفردية ونحترم كل شيء، لكن قلت لك من شويه، هو هل تتخيل ان زيدان وكارلوس وفيجو وراؤول والجيل الذهبي اعظم في تاريخ ريال مدريد ده كان فريق الاحلام؟ طبعا طبعا كان فريق الاحلام. ده احنا في بلاي ستيشن كنا بنلعب روبرتو كارلوس راس حربه عشان نستفيد منه. هذا الفريق استاذ يوسف زمن المعجزات زي ما قلت لك، مفيش حاجه بعيده عن ربنا، لكن الاهم ان احنا نتعامل المباراه بجديه ما نخافش. وعايز اقول لك على حاجه، انا تابعت تصريحات المدير الفني للاهلي ولاعيبه الاهلي بعد المباراه. مش خايفين وعندهم ثقه وبيحلموا. طب انت ايه رايك في كولر بشكل عام؟ او في اداء كولر وتعامله مع الفريق؟ هو مدرب واقعي. عايز تعرف ان المدرب واقعي ازاي؟ الاهلي حتى الان لم يخسر مع كولر اي مباراه. ما وصلش لمرحله مثلا مانو جوزي، ما وصلش لمرحله ريني فايجا. لكن هو مدرب يتصاعد اداء الاهلي معه ويكسب الثقه مباراه بعد مباراه، واستطاع ان هو يعمل شخصيه لنفسه مع الاهلي في وقت قصير. عنده شويه تحفظات، اي مدير فني بيتجري منه بعض الامور في بعض الماتشات، لكن النتيجه الاجماليه حتى الان هو مدرب جيد ويقترب من الجيد جدا. طب تعال نحط سيناريو مثلا، احتمالية بإذن الله يا رب فوز الأهلي على ريال مدريد، ده هيساوي ارتفاع أسعار لعيبة الأهلي؟ طب إذا افترضنا أنه مثلا قفشة برضو هو اللي راح مدخل الجول بتاع الفوز، ده معناها طبعا أن قفشة كده بسشت هوب 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 بقى فوق. هو التاريخ بيتسطر يعني. هو كده أنت مسطر تاريخ، مجرد أن أنت حكم صفر بنهاية ماتش النهاردة عشان هتلاعب ريال مدريد. القيمة التسويقية للنادي والقيمة التسويقية للعيبة وكل حاجة طبعا بترتبط بالنتائج. انت لما تروح تلعب على ذهبية كأس العالم الأندية فأنت في حتة تانية. طبعا. انت بتقول للناس كل العالم هيبقى متابع المباراة النهائية دي، انه معروف مين البطل ومين الوصيف وعايزين يشوفوا الدنيا فيها ايه. لكن من حظنا الحلو يا أستاذ يوسف ان النادي الأهلي
فعلا فريق مصري فعلا صحيح. بيصنع فرح. صحيح، ما اقدرش اختلف معاك في ده خالص، بالعكس يعني عاجبني جدا ومبسوط. انا اشكرك جدا 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 صديقي العزيز احمد درويش ناقدنا الرياضي الكبير، واتفق جدا مع احمد في نقطه مهمه جدا او نقطتين مهمين جدا قالهم. نقطه منهم في النهايه الاهلي يمثل الكره المصريه، فاحنا علينا ان احنا ندعم الاهلي بكل الاشكال الممكنه كمشاهدين ومتابعين للرياضه ومحبين لكره القدم. طيب اتنين، انه أعلى وأكبر نتيجة ممكن نحصل عليها هي النتيجة التسويقية بتاعت الأهلي أمام العالم. الأهلي بيلعب مع ريال مدريد، ده لوحده بيلعب، بس ما قلتلكش لسه فاز، ده لوحده يساوي ملايين. العالم بطبيعة الحال هيشوف الماتش ريال مدريد والأهلي. طيب تصور بإذن ربنا سبحانه وتعالى فزت، خلي بالك إنه حتى من غير لسه ما تفوز، انت بفوزك النهارده وتاهلك للعبه مع ريال مدريد، اسهم الاهلي دي، لو الاهلي ده شركه زي بلاد بره كده، شركه وليها اسهم وحاجات زي كده، هتلاقي السهم قاعد هيروح طالع كده، خد بالك. يعني لو انه هو شركه ليها اسهم ومتداوله وكلام ده، هتلاقي السهم نط في السماء، نط في السماء بعد ماتش النهارده، مجرد انه يلعب مع ريال مدريد. طيب تصور انه فاز، لا هو خلاص كده يتخطى حدوده في عنان السماء، خلاص شكرا، اسعار اللعيبه نفسها هتلاقيها نطت، تصنيف النادي نفسه في الهاء في السماء، اسعار الرعايات بتاعت الاهلي في السماء. طب افترضنا ما فازش حتى، برضو الاهلي كسبان. شوف هنا بقى التفكير، طريقة التفكير، إدارة بتفكر في المستقبل البعيد بتاع النادي، إدارة بتفكر في الشغل بس هم شغلتهم كده، دي طريقة التفكير. مدير بيفكر في النادي بتاعه، أو يعني مجلس إدارة بيفكروا في النادي بتاعه، هنعمل إيه؟ احنا عايزين النادي يفوز ويكسب واسهمه تعلى وقيمته التسويقيه تزيد ومستقبل رعاياته او بالادق قيمه رعاياته تعلى وتصنيفه امام بقيه الانديه يزيد وتصنيف اللعيبه بتوعنا يزيد و و و و في استراتيجيه كده. هنعمل ايه؟ هنشتغل. طب هنشتغل ازاي؟ هنا بقى بتتعمل التكتيكات، ادي الشطار، مش اسمه كلام. طيب خلونا نروح لحكومه مصر، مجلس الوزراء. النهاردة استقبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نظيره الروماني، واللي وصل في زيارة رسمية لمصر بتستغرق 48 ساعة تقريبا، على رأس وفد رفيع المستوى من عندنا ومن عندهم. طيب جزء من المباحثات كانت على التجارة ما بين البلدين، وفي نفس الوقت جزء آخر متعلق باستيراد الحبوب من ناحيتنا، ازاي نقدر نستورد من عندهم حبوب وأقماح وما إلى ذلك. طيب من على صعيد آخر الطاقة وبناء القدرات بقى في استغلال الهيدروجين الأخضر، ما احنا لسه كنا بنتكلم في ايه، ان مصر عندها قدراتها اللي حولتها إلى مركز لبيع وتجارة وتبادل الطاقة. احنا الاثنين عندنا خبرات جيدة في مسألة التحول الرقمي تحديدا في الحكومة وفي الإدارة الحكومية. مصر ورومانيا فعلا العلاقة اللي ما بينهم قديمة جدا جدا، تقريبا حوالي 117 سنة تقريبا، وبالمناسبة علاقتنا ببعض عاملة بالظبط كده زي علاقتنا ببعض الدول الأخرى برضو، اللي تقريبا ما فيهاش أي تباينات في وجهات نظر، يعني طول الوقت علاقتنا كويسة، ما عندناش الحمد لله والشكر لله أزمات مع بعض على الإطلاق. زيارة رئيس وزراء رومانيا لمصر دي تعتبر الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الروماني من 20 سنة. طيب يا ترى ليه؟ وأهمية ودلالات الوزارة الزيارة الوزارات الزيارة في التوقيت ده. خلونا ناخد معانا على التليفون سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. إزي حضرتك يا سعادة السفير؟ مساء الخيرات، اهلا بك. مساء الفل على سعادتك. من 20 سنة ما شاهدناش زيارة بهذا الشكل أو بهذا الحجم أو على هذا المستوى. السؤال بقى، إيه دلالات ده يا فندم؟
هو رومانيا علاقات قديمة كما أشرت حضرتك تمام، يعني أنا لأن رومانيا لها قصة في تاريخ حياتي الدبلوماسي، أنا خدمت في رومانيا، كانت أول بلد أخدم فيها في الخارج من 64 حتى 67، ومن أيام الملك فؤاد العلاقات موجودة، كان في مركب بتيجي من كونستانزا في رومانيا إلى الإسكندرية تحمل السواح وتحمل البضائع، وكانت بضائع المصرية بتتدفق هناك عن طريق هذا الأسلوب من النقل البحري السهل. في وقت من الأوقات رومانيا مدت خطوط التروم اللي هي الطيران الروماني إلى القاهرة، وعملوا مشروع اسمه ربط جبال الكارباتس في رومانيا بالأهرامات عشان السواح يبقى إغراء لهم يروحوا يزوروا رومانيا يكملوا الرحلة ويزوروا الأهرامات. في فترة الرئيس السادات ومبادرة السلام اللي أطلقها السادات، كان معروف أن تشاوشيسكو اللي هو آخر رؤساء رومانيا قبل الثورة كان له دور فيها، وهو اللي يعني السادات استخدمه في الاتصالات الأولية مع إسرائيل. برضو في قبل تشاوشيسكو كان في رئيس عبرة في رومانيا، أنا حضرت ثلاثة رؤساء في رومانيا على فكرة، اسمه كيفو ستويكا. كيفو ستويكا سعى لأن يأتي إلى زيارة مصر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، يعني حتى لدرجة استدعي السفير بتاعنا وقال إنه كيفو ستويكا بيرحب بإنه يزور مصر، وحضرنا لهذه الزيارة تحضير جيد. ففي على المستوى السياسي تبادل سياسي كويس، علاقات طيبة. ونيجي لحكاية القمح، لا ده مش النهاردة هنستورد، إحنا جربنا القمح الروماني كثيرا. في قصة عصرتها وأنا في ألمانيا، إن طلبنا من ألمانيا إنها تساندنا في القمح، فادتنا منحة من القمح ب$50 مليون، فأخذنا ال$50 مليون الألماني اشترينا بهم قمح من رومانيا، لأن القمح الروماني أقرب للذوق المصري، تعرف مش كل قمح تقدر تعمل منه العيش البلدي بتاعنا، يبقى مطلوب فيه مواد معينة عشان اللزوجة بتاعت العيش وكده، فبرضه يتميز القمح الروماني. يعني المجالات كثيرة، وأنا سعيد إن إحنا النهاردة تلاحظ إن إحنا سعيد علاقتنا بدول شرق أوروبا اللي هي انقلبت من الشيوعية إلى النظام الاقتصاد الحر. والتوقيت هنا بقى اللي حضرتك بتسأل عليه ده طبعا مناسب، لأن خلاص رومانيا استقرت على نظامها، بقى فيها قيادات جديدة كلها قيادات منفتحة على العالم، والرومانيين مشهورين شطار في حكاية التجارة، شاطرين قوي. زائد رومانيا بتعتز، هي تقول لك احنا جزيرة لاتينية في بحر من السلاف، لان اللغة الرومانية هي اقرب للغات اللاتينية اكتر منها للغات السلافية، يعني شايفين هم مستوى مختلف. كل ده يعني يجعل هناك ترحيب ان احنا نستقبل بالترحاب رئيس الوزراء، كما استقبلنا المجر، بلغاريا بنرجع العلاقات، بولندا، كل دي دول كانت علاقتنا مزدهرة بها أيام الاتحاد السوفيتي السابق، اندثرت قليلا أثناء الثورات ثم هي تعود. النهاردة بيقول لك $1 مليار أو أكثر حجم التبادل التجاري، ده شيء جيد، وأتصور أنها ممكن مضاعفت هذه الأرقام بسهولة. والرومانيين بقول شاطرين في الحكاية دي ويمكن الاعتماد عليهم، كان عندهم مكتب تجاري في القاهرة كان في غاية الكفاءة، ما بيدورش بس زي الصدر من رومانيا، إنما كتاجر عاقل بيدور على إيه يستورده من مصر، لأن كل ما استورد من مصر يقدر يصدرها طبعا، لأن لو صدر بس هتجيب أنت منين الدولار؟ يقول لك لا أنا عاوز السلعة الفلانية والسلعة الكذا. ففي نشاط بارز في هذا الاتجاه، وأتصور يعني أمامنا إن شاء الله هامش كبير للتحرك وزيادة العلاقات. طب سيد سفير، يمكن في ناس كتير وأنا لمست ده بصراحة بتتساءل إيه سر النشاط الشديد، سواء إذا كان زي ما حضرتك حتى وصفت لنا في مكالمتنا اللي قبل كده الدبلوماسية الرئاسية من جهة، وأيضا الزيارات اللي بتجيلنا على القاهرة من جهة خلال تقريبا 36 يوم فاتوا، يعني من 1 يناير والحد النهاردة نشاط شديد خارجا أو قادمين إلينا. هو اقتناع من القيادة بأهمية العلاقات الخارجية ومنحها الدعم اللازم من الوقت، الدعم بمعنى مش تمويل وإنما الوقت اللي يستطيع الرئيس أن يعطيه من وقته عشان يدعم العلاقات الخارجية. فيعني غطى العالم ما شاء الله، من اليابان شرقا إلى باريس غربا، من نيويورك إلى
بلدان في افريقيا. انا دايما اضرب المثل ان في بلد انا كنت سفير غير مقيم فيها وغير مقيم لان كان لا يمكن تقيم فيها. انا كان الرئيس لما يستدعيني اقيم في قصر الرئاسه، مفيش لوكندات. الرئيس راحها من كام سنه، خد معاه المقاولين العرب، بنى سفاره، والان لنا سفير وسفاره كامله فيها. عظيم. ده النشاط بتاعنا، تواجد في كافه انحاء العالم. وبعدين مش شيء اللي نعتز بيه كدبلوماسيين ان القاهره صارت من اكثر عواصم العالم استضافه للسفارات. خد بالك دائرات كبير مش هزار. يعني يقال ان السفاره الامريكيه في القاهره او السعوديه اللي هي تلاقيها في الجيزه اعلى من مبنى وزاره الخارجيه، فيها موظفين اكثر من السلك الدبلوماسي المصري كله في الخارج. أوكي. ده انفاق بحيث ان انا فعلا عندي ايراد من هذه السفارات. اذكر في ايام الرئيس جمال عبد الناصر كنا بنشتري قمح امريكي وندفع الثمن بالجنيه المصري يدوبك يكفي مصاريف السفاره والجامعه الامريكيه في القاهره. يعني كنا بنشتري القمح بمصاريف السفاره الامريكيه في القاهره. فده تاريخ يذكر. اذا كنا حرمنا من دبلوماسيه الرئاسه فتره طويله. النهارده عندي دعم قوي من الرئيس، واي حاجه بتعرض عليه يعني على طول متحرك استقبالا او سفرا بصفته الشخصيه معه مجموعه من الوزراء. فده بيفرد جناحاتك تمام، وبتلاحظ ما شاء الله كل زياره تسفر عن مشروعات، عن مزيد من الفرص الى اخر هذا البند الكبير. عظيم جدا. انا بشكرك جدا سياده السفير، كل الشكر لسياده السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجيه الاسبق. خلونا نطلع لفاصل وهنرجع نكمل الكلام. في حاجات كتير مهمه عاوزين نتكلم فيها حبتين، وانا ما فضفضتش معاكم النهارده برضو. خلونا نروح لفاصل ونكمل كلام. ازاي تروح معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ معرض القاهرة الدولي للكتاب ينطلق في دورته الـ54 بأرض المعارض بالتجمع الخامس. تم تخصيص 7 خطوط أتوبيسات لنقل رواد المعرض. الخط الأول من ميدان عبد المنعم رياض، ثم رمسيس، العباسية، جامعة الأزهر، محور المشير، ليصل إلى معرض الكتاب. الخط الثاني من دوران شبرا، شارع شبرا، ميدان أحمد حلمي، شارع رمسيس، العباسية، نادي السكة، جامعة الأزهر، محور المشير، وصولاً لمعرض الكتاب. الخط الثالث من النزهة الجديدة، ميدان الحجاز، الـ7 عمارات، مكرم عبيد، مصطفى النحاس، المنهل، الوفاء والأمل، ليصل إلى معرض الكتاب. الخط الرابع من ميدان المطرية، الحلمية، كلية البنات، عين شمس، ميدان هشام بركات، الحي السابع، حي السفارات، ثم معرض الكتاب. الخط الخامس من ميدان الجيزة، جامعة القاهرة، القصر العيني، السيدة عائشة، الأوتوستراد، جامعة الأزهر، وصولاً لمعرض الكتاب. الخط السادس من صقر قريش، المعادي، نادي وادي دجلة، الطريق الدائري، محور المشير، ليصل إلى معرض الكتاب. الخط السابع من سراي القبة، روكسي، الـ7 عمارات، الحي الثامن، الوفاء والأمل، ثم محور المشير، وصولاً لمعرض الكتاب بالتجمع الخامس. مترو الأنفاق، التوجه إلى محطة الشهداء بالخط الثاني لمترو الأنفاق أو محطة مترو كوبري القبة، واستقلال الأتوبيسات المخصصة لمعرض الكتاب. خطوط السيرفيس من مواقف عبد المنعم رياض، أحمد حلمي، السلام، السيدة عائشة بتعريفة 6 جنيهات، ومن موقف تشكى بحلوان بتعريفة 8 جنيهات. بالسيارة قم بضبط اللوكيشن على أرض المعارض بالتجمع الخامس. ده معرض فعلاً يليق بمصر، أنا بكلمك بجد. معرض القاهرة الدولي للكتاب ودورته 54 طول الوقت. بالمناسبة معرض الكتاب أو معرض القاهرة الدولي للكتاب هو معرض عملياً، هو المعرض الأهم في المنطقة. هو مش بس فخر لينا بالمناسبة، يعني هو فخر حقيقي لمصر ولكل الدول العربية. بس السنة دي كمان المعرض متألق، مليان فعاليات، مليان ندوات، مليان أحداث، مليان ضيوف كبار، الأجنحة بتاعته مليانة كتب، دور نشر
كتير جدا جدا من كل دول العالم، اظن 74 دوله تقريبا مشاركين في بالكتب بتاعتهم وباصداراتهم في المعرض، اقبال مذهل من الناس. الاكثر بقى ما او اكثر ما يدعو للاعجاب هو، خد بالك بقى ايه وانت بتتفرج كده، الشرائح العمريه، شبان صغيرين، يعني هتلاقي مثلا ثالثه اعدادي واولى وثانيه وثالثه ثانوي، طلبه جامعه. اذا ده شيء يطمن، يطمنك انه الشبان المصريين عايزين يقروا، بيحبوا يقروا، مستنيين انه يبقى في قدامهم طول الوقت معروض كثيف من المطبوعات والمنشورات الى اخره، يقعدوا يقروها ويستفهموها ويفصصوها وهكذا، وعلى اختلاف الوانها وانواعها. شيء كمان رائع انك لما تلاقي الشبان الصغيرين في السن دول بيقبلوا على قراءة كتب من بتاعة حتى الاجيال اللي هي بقى ايه جيل اجدادهم، يعني لو صح التعبير في التصنيف العمري كده، تلاقيهم بيقبلوا على قرايه نجيب محفوظ وطه حسين وعباس العقاد وهكذا، يوسف ادريس واحسان عبد القدوس، حدث بقى، وعبد الرحمن الشرقاوي، عد. وبرده من ضمن الحاجات الجميله النشاط المذهل بتاع هيئه اصول الثقافه، نشاط مذهل لهيئه الكتاب، نشاط مذهل لدار المعارف، نشاط مذهل ل قول معايا المركز القومي لثقافه الطفل، نشاط مذهل للمركز القومي للترجمه، نشاط الحقيقه ملموس. الحاجات دي بالنسبه لي رائعه، لما بنلاقي انه مؤسساتنا نشيطة بهذا القدر ومهتمة إلى هذا الحد، لا أنا كده فعلا مش هزار، أطمن، أبقى مبسوط. مبسوط إن طبعا ده بخلاف إنه شخصية العمد صلاح جاهين بما يعني يدعونا دائما إلى إن إحنا نبقى مبسوطين، زي الاحتفال بطه حسين أو الدكتور طه حسين، واللي أشوفه دايما بوجهة نظري المتواضعة جدا هو المثقف الأبرز في تاريخنا الحديث، الأكثر إسهاما بالمناسبة في تقدم الثقافة المصرية واستنارتها، وحامل اللواء الأول والمشعل الأول للتنوير بشكل واضح وعلمي وعملي ومباشر. طيب كل ده بقى كوم، وأسعار الكتب كوم تاني خالص، إنه لما نلاقي إن أسعار الكتب نازلة تقريبا بأقل من سعر التكلفة، مش بسعر التكلفة لكن بأقل من سعر التكلفة، يعني تلاقي إن في كتب حقيقية وحلوة كده، تلاقي السعر بسبعة وبثمانية وبتسعة وبعشرة جنيه، يا نهار أبيض. الأسعار دي اختفت من الدنيا بالمناسبة، الأسعار دي في الدنيا مش موجودة، يعني قل لي فين هتلاقي كتاب بالسعر ده، اقل من نص دولار تقريبا، اقل من نص، فين؟ ما تلاقيش. ده معناه ان الدوله مهتمه بشكل حقيقي واصيل وعملي بالتنوير وبالثقافه، وانها تاخد الناس وتوديهم ل لو صح التعبير بر الامان، اقرا، اتثقف، نور عقلك، املاه، علشان لو حبيت تتناقش ايا كانت وجهة نظرك تبقى بتتناقش وانت واقف على ارضية حقيقية، مش قشور، مش شغل حناجر، قراية بجد، وده اللي يخلق جيل مختلف بجد. خلونا نروح لزميلنا العزيز محمود جميل، ومراسلنا طبعا العزيز وزميلنا العزيز ورسالته من معرض الكتاب. اهلا وسهلا بكل مشاهدي ومتابعي برنامج التاسعه في كل مكان، برحب بحضراتكم من داخل معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته ال 54، موجودين بننقل لحضراتكم التفاصيل اليوميه المتعلقه بالفعاليات الثقافيه والفنيه. احنا النهارده اليوم العاشر على التوالي اللي بيستقبل فيه المعرض جمهوره وزواره، ونسبه الاقبال طبعا النهارده في تزايد، ده نظرا طبعا لبدء العد التنازلي لقرب انتهاء معرض
معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 54. النسبة النهاردة ممكن تزيد عن امبارح اللي قدرت بحوالي 500,000 زائر امبارح بس في اليوم التاسع، لكن بشكل عام لحد النهاردة عدد الزائرين تخطى أكتر من 2 مليون ونص زائر. بالنسبة للفعاليات الثقافية والفعاليات الفنية لليوم العاشر على التوالي، كان في عدد كبير من الندوات في قاعة الشاعر الكبير صلاح جاهين شخصية المعرض. كان في ندوة بعنوان المتميزون يشاركون شركاء في حماية الوطن. هذه الندوة تنظم بالشراكة والتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وهي الذراع التثقيفي لهيئة الرقابة الإدارية. كمان كان في ندوة أخرى بعنوان صلاح جاهين وأغاني الوطنية، وندوة ثالثة بعنوان نحن والعلم. أما الصالون الثقافي استضاف طبعا ندوة بعنوان مسار رحلة العائلة المقدسة تراث مصري، أيضا مئوية الفنان الراحل محمود مرسي. قاعة الشعر كان بها عدد من الأمسيات الشعرية ووجود قوي لصناع المحتوى، وأيضا القاعة الدولية كان فيها عدد كبير من الندوات العربية بحضور عدد كبير من ممثلي الدول العربية. أما بالنسبة للفعاليات الفنية، كان في فقرات فنية لكورال أطفال الإسكندرية، وأيضا عرض الليلة الكبيرة وفرقة التنورة التراثية، كمان كورال ذوي الهمم. الحقيقة الإقبال ده طبعا انعكس على نسبة المبيعات اللي موجودة داخل المعرض. زي الهيئة المصرية العامة للكتاب نسبة المبيعات فيها زادت أكتر من 113 نسخة مبيعات. في بعض طبعا الطباعات يعني خلصت من بعض دور النشر نظرا طبعا للإقبال الشديد على مختلف الأجنحة. كمان يعني النهاردة كان في أو لاحظنا التواجد العربي المهم، نتكلم عن دولة ليبيا، سلطنة عمان، كل الدول الشقيقة اللي كانت موجودة. والحقيقة يعني في عدد كبير جدا من الرحلات اللي بتنظم وشاهدناها طبعا على مدار الأيام السابقة. يعني النهاردة طبعا ويوميا جناح حياة كريمة بيستقبل عدد كبير من الرحلات الخاصة اللي بيبقى فيها الأطفال من مختلف المدارس أو المحافظات للتعريف طبعا بالخدمات والمشروعات اللي بتقدمها المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ده بالإضافة طبعا للرحلات بشكل عام اللي بينظمها المعرض. بنتكلم لحد دلوقتي المعرض نظم حوالي 300 رحلة فيها أكتر من 20,000 زائر. طبعا مبادرة الثقافة والفن للجميع اللي بتنظمها وزارة الثقافة مستمرة لبيع الكتب بأسعار مخفضة من جنيه لحد 20 جنيه. بالإضافة طبعا يعني تواجد مهم جدا لسور الأزبكية اللي بيقدم طبعا الكتب بأسعار مخفضة. نسبة الإقبال دي تؤكد أن معرض القاهرة الدولي للكتاب نافذة فكرية وثقافية للمصريين والعرب والعالم. وطبعا مازال الإقبال مستمر وهيستمر لحد اليوم الأخير يوم 6 فبراير، طبعا نظرا لأن خلاص قربنا على انتهاء المعرض، فكل عشاء الثقافة والقراءة يعني أكيد هيستثمروا الفرصة دي وييجوا المعرض قبل انتهائه طبعا يوم 6 فبراير. دي كانت كل التفاصيل الخاصة باليوم العاشر على التوالي داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال54. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء. طب والله الكلام ده مهم جدا، وكان فيه رقمين مهمين قوي، 2.5 مليون كتاب تقريبا، وأسعار الكتب من جنيه 2 جنيه لحد 20، يعني حلوة دي برضو، يعني تمكن كل الفئات منها تقدر تنزل تشتري. في بحث 12 في دورية نيتشر، دي واحدة من أهم وأبرز وأقوى الدوريات العلمية اللي موجودة في الوجود. طيب إيه اللي 12 في نيتشر؟ اللي 12 في نيتشر بيتكلم على طبيعة المواد اللي تم استخدامها في عملية التحنيط عند قدماء المصريين أو المصريين القدماء. ده من خلال مجموعة من الكتابات اللي باللغة الهيروغليفية بطبيعة الحال على بعض الأواني الفخارية، واللي كانت بتستخدم، الأواني اللي بتستخدم في حفظ المواد بتاعة التحنيط. طيب البحث ده توصل إليه المركز القومي للبحوث بالقاهرة بالتعاون مع فريق عمل بحثي من جامعتين في ألمانيا لاكتشاف طبيعة هذه المواد التحنيطية في مصر القديمة. تعال أقول لك كده،
هم بيتكلموا على ايه؟ ده احنا معنا دكتور مصطفى اسماعيل، عضو مشروع مقابر العصر الصاوي بجبانة سقارة. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. ازاي الصحة؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. انا لسه ما خدتش الدكتوراه، انا عضو في مشروع مقابر العصر الصاوي. كويس. تبع جامعة توبينجن في الاشتراك مع وزارة الآثار المصرية. اعتبرها فقل طيب. ان شاء الله. دكتور واستاذ دكتور باذن الله. المقدمة اللي حضرتك قلتها، ولكن انا حابب قبل ما ابدا واتكلم معاك في تفاصيل البحث اللي اتنشر في مجلة النيتشر، ان انا ارجع معاك بالزمن ورا شوية سنة 2016، ودي بداية المشروع اساسا. المشروع كان بقيادة المرحوم الدكتور رمضان حسين. رمضان حسين هو ابن وزارة الآثار المصرية، ولكنه في هذا التوقيت كان أستاذ بجامعة توبينجن الألمانية. رمضان حسين كان عامل مشروع هدفه توثيق وإعادة حفر جزء من المقابر الفارسية أو المقابر العصر الصاوي في جبانة سقارة جنوب هرم أوناس. في 2017 كشف رمضان حسين عن بير، تمام؟ هذا البير لقى فيه مجموعة كبيرة من الكسارات الفخارية إلى جانب عدة أشياء أخرى. الشيء المهم جدا في الكسارات الفخارية اللي لقاها رمضان حسين كان إنها مكتوب عليها أسامي بعض المواد المستخدمة في التحنيط. مش بس مجرد أسماء الزيوت والمواد المستخدمة، لا، ده كان فيها كمان مجموعة من التعليمات اللي كتبها الكهنة المصريين القدماء على هذه الأواني عشان يتم تنفيذها أثناء عملية التحنيط نفسها. الحقيقة دكتور رمضان حسين الله يرحمه كان شخصية مصرية عبقرية ووطنية جدا، يعني في الوقت ده رغم انه كان استاذ في جامعة توبينجن الألمانية وبيمثل جامعة ألمانية، الا انه كان عنده بعد نظر شديد جدا، وقرر في بعد الاكتشاف انه يكون فريق دولي مكون من علماء اثريين كيميائيين من جامعة توبينجن ومن مركز البحوث في مصر عشان يستخدموا أحدث التقنيات في تحليل هذه الأواني اللي مكتوب عليها أسامي الزيوت والمواد المستخدمة في التحنيط. كان الحقيقة الله يرحمه بيهدف لنقل الخبرات اللي عند العلماء الأجانب للجانب المصري، وفي نفس الوقت يخلي الجانب المصري ينقل لهم الخبرات اللي موجودة عندنا هنا في مركز البحوث. فيعني هو كان يعني طموح جدا، لكن للأسف ربنا ما ادالوش العمر كفاية انه يشوف نتائج بحثه، ويمكن دي من آخر الحاجات اللي كتبها. خليني أكمل لحضرتك تاني ان البحث ده يعني الفريق الدولي اللي كونه دكتور رمضان حسين بيتكون من علماء من عدة تخصصات، منهم مثلا ماكسيم وسانتيانا، دول أثريين كيميائيين، ومعاهم في الجانب المصري دكتور محمد إبراهيم ودكتور محمود بهجت ودكتور أحمد يوسف من المركز القومي للبحوث. كل هذا الفريق استخدموا عدة منهجيات عشان يحللوا المواد دي، تمام؟ يعني احنا الأسامي اللي كانت مكتوبة على الأواني دي كانت مكتوبة بالخط الهيراطيقي اللي هو أحد الخطوط اللي اتكتبت بيها اللغة المصرية القديمة، بالإضافة لبعض الأجزاء من الخط الديموطيقي. دكتورة سوزانا بيك اللي هي المدير الحالي للبعثة اشتغلت على ترجمة هذه النصوص، وفعلا فريق العمل قدر ينتج معلومات قيمة جدا عن ماهية هذه الأواني وفائدتها وإيه اللي بتكشفه لنا عن
عن التحنيط في مصر القديمة خاصة في الأسرة 26. عظيم. طب السؤال بقى نتيجة البحث كانت إيه؟ يعني ما الذي تم إضافته لينا يعني مش هقول طبعا حضراتكم كجمهور من العلماء، لينا إحنا كناس يعني مستقبلين لمثل هذه المعلومات، هل اكتشفنا شيء جديد؟ هل اكتشفنا شكل من أشكال كيفية قيام المصريين القدماء بالتحنيط، واللي أعتقد أنه لازال حتى الآن أمر معقد ومش معروف؟ الحقيقة طبعا الاكتشاف مهم جدا. هدي لك بعض الأمثلة البسيطة من النتائج اللي بيضيفها هذا البحث اللي قام به المرحوم الدكتور رمضان حسين وباقي أعضاء الفريق. مثلا عندنا مادة كانت بنلاقيها دايما في على الجدران المصرية في قوائم القرابين أو مكتوبة في البرديات، اسمها عنتيو، تمام؟ دي كانت بيتم استخدامها بكثرة في وصف عمليات التحنيط. المادة دي لو حضرتك فتحت أي كتاب أو أي مرجع متخصص هتلاقيها إن هي بيتم ترجمتها على إنها مادة الصمغ العطري. ولكن في الحقيقه ان نتائج البحوث اللي تم اجراءها على الكسارات كشفت ان هي عباره عن خليط من زيت خشب الارض السيدر اويل وزيت العرعر او الثرو بالاضافه الى بعض الدهون الحيوانيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي بيضيفها قيمه هذا البحث هو إن زي ما دكتور رمضان الله يرحمه كان دايما يقول إن علم المصريات هو جدير جدا إن يكون نقطة التقاء بين العلوم الإنسانية اللي هي الهيومانيتيز وبين العلوم الطبيعية اللي هي الناتشرال ساينس، والبحث ده مثال حي للي كان دايما بينادي بيه دكتور رمضان حسين في حياته. لذلك هذا البحث غير انه بيضيف للمعلومات اللي احنا عارفينها عن التحنيط، هو بدا بالفعل يغير كتير من اللي احنا عارفينه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو بيلقي الضوء على اهميه العلوم الطبيعيه كوسيله او كاداه مساعده لعلم المصريات. طب ده شيء رائع جدا. أنا كده بدأت أحاول أفهم أو أربط مجموعة من الحاجات. عايز أشكرك الأول دكتور مصطفى باعتبار ما سيكون في القريب بإذن الله دكتور مصطفى إسماعيل، عضو مشروع مقابر العصر الصاوي بجبانة سقارة. لازالت هذه الحضارة تحمل في طياتها مجموعة من الأسرار اللي حتى هذه اللحظة اختلف عليها حتى جمهور العلماء والمتخصصين، ويمكن جزء كبير من أبرز هذه الاختلافات هو عمر هذه الحضارة. البعض يقول 7000 سنة 5000 سنة قبل الميلاد يعني، بعض بيقول لا أكتر من 8300 سنة، البعض بيذهب إلى ما هو أبعد من ذلك 13 أو 14 ألف سنة حتى هذه اللحظة. يعني احنا بنتكلم على تقريبا 12 ألف سنة قبل الميلاد، وممكن مرة نقعد نناقش النظريات الثلاثة، لكن طبعا هيبقى مع عدد من المتخصصين داخل الاستوديو مع أو ضد لأن ده مهم جدا. أخدك بقى مش بعيدا عن الحضارة المصرية لأن احنا هنروح الأقصر، لكن هي حضارة الحداثة، مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية دورته رقم 12 واللي بتقام من يوم 4 ليوم 9 فبراير اللي احنا فيه ده. بيشارك معانا 31 وفد وبرئاسة الكاتب والسيناريست سيد فؤاد. خلونا نحاول نفهم أكتر من الأستاذ سيد. إزاي الصحة؟ إزيك يا أستاذ؟ إزاي حضرتك؟ الحمد لله تمام يا رب الحمد لله دايما. مهرجان الأقصر مهرجان مهم مما لا شك فيه، اهتمامنا بالسينما الإفريقية اهتمام أصيل وطبيعي. دايما هيجي السؤال وما الذي يقدمه المهرجان هذا العام فيختلف عن الدورة السابقة؟ حقيقة احنا السنة دي عندنا 55 فيلم، هي افلام مميزة وافلام لم تعرض من قبل. عندنا كمان ورش محلية، عندنا في حاجة اسمها فاكتوري لدعم افلام لشباب السينمائيين الافارقة.
حلو. لجان تحكيم على اعلى مستوى، تثريم السينما السنغاليه السنه دي. السينما السنغاليه من السينمات المهمه، بدات سنه 65 والسينما حققت للسينما الافريقيه جوائز مرتين من كان صحفه ذهبيه، وحققت من برلين جوائز ومن يعني كبريات المهرجانات في العالم، وتعد اضافه للسينما في القاره الافريقيه، وتكريمها السنه دي شيء مميز يعني. ويعني اعتقد انه السنه دي هي دوره رغم كل الظروف الضاغطه على العالم اقتصاديا، الا ان احنا قدرنا نحقق دوره متوازنه يعني. طب استاذ سيد، خليني بقى هنا علشان موضوع السينما السنغالي ده موضوع مهم، وانا فعلا شفت افلام سنغالي بالمناسبه يعني، وموجوده على منصات كبيره زي ما حضرتك عارف. واضح ويبدو للكل انه المزيد من الاغراق او في محليه صناعه السينما يؤدي الى بزوغ هذه الصناعه امام العالم، صح ولا انا غلطان؟ ده كلام يعني رسناه في معهد السينما وكناش مصدقين، وانا صدقته لما شفت تجارب حقيقيه، ولما اساتذتنا شرحوا لنا انه فيلم زي فيلم الارض. ايوه، فيلم الارض هو فيلم شديد المحليه، صح، قضيه شديده المحليه، رجل في مشهد من المشاهد محمد ابو سويلم بيحلقوا له شنبه، فكان الاستاذ يوسف شاهين بيدرس لنا في المعهد وقال انه ان دي تفصيله، الراجل الغربي بالنسبه له لما تحلق له شنبه دي مش قضيه قوي يعني، انما احنا بالنسبه لنا حاجه كبيره قوي وعار كبير. لما حلقوا لابو سويلم شنبه، الفيلم كان معروض في كان، الصاله كلها اتاثرت جدا باللحظه. بالفعل الفيلم كلما كانت محليته وهويته يعني محليه ومغرق في محليته فهويته الخاصه جدا، يصبح فيلم شديد العالميه. نفس القصة أظن، صححني لو أنا غلطان، في النهاية حضرتك المتخصص أنا مجرد مشاهد، شادي عبد السلام لما عمل الموميا هو ما كانش فيلم بيدور على تأريخ لأصل الحضارة، هو بيتكلم على المحيط بذلك، وبالتالي أنه فيلم الموميا أصبح فيلم الناس تتحاكى عليه بشكل دولي، الناس طول الوقت بتعتبر واحد من أيقونات الأفلام. الموميا لما اتعرض قالوا ان دي بدايه يعني بلوره خصوصيه سينما مصريه. صح. يعني احنا عملنا افلام كتيره قوي 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 قبل الموميا، ولكن فيلم الموميا عندما عرض عالميا اتقال هذه هي السينما المصريه، لانه فيلم خاص جدا، له ملامح خاصه جدا، وهويته مصريه خالصه. طبعا هو مش عامل الحضاره الفرعونيه، هو عامل حول هذه الحضاره ما حول ذلك، فبالتالي الفيلم يعتبر من اهم الافلام في تاريخ البشريه. طيب ده يخليني هروح لاخر حاجه، مجرد خاطره جايه على بالي، وبرضه ارجوك صححني اذا انا غلطان. كلنا فاهمين انه المهرجانات طول الوقت بتبقى عامل ايضا لتنشيط الصناعه، لانها طول الوقت بتشجع الصناع عن طريق هذه الجوائز، تشجع الصناع الصغار عن طريق الدعم المالي، تشجع اخرين عن طريق الورش، الخ الخ الخ. ده معناه ان احنا محتاجين المزيد من دعم افلام غارقه في المحليه المصريه، صح؟ طبعا. هو صناعه المهرجانات مهش يعني، انا كانت الكلمه بتاعتي النهارده كانت متركزه في اهميه السينما واهميه صناعه المهرجانات. انها ما هيش طرف، ما هيش شو اعلامي فارغ، هي جزء من الصناعه وجزء من تنميه الصناعه. المخرج لما بيعمل فيلم قصير هي بدايه مرحله انه يظهر فنان مهم هيقدر يشتغل بعد كده. طيب هو عنده مشكله في في في, في انه يعمل تجربته الاولى. المهرجانات دورها انها تدعم شباب السينمائيين زي ما انت قلت بالظبط، يعني جزء اساسي من المهرجانات ان تدعم صغار السينمائيين، ان كمان تقوي ادواتهم من خلال الورش والماستر كلاسز وما شابه ذلك. فهو المهرجان له دور مهم جدا، والدور الاهم كمان اللي احنا لسه ما وصلنالوش في الاقصر الافريقي، ولكن موجود في المهرجانات الكبيره، وهو الانتاج المشترك. انا بحلم ان يبقى في فيلم انتاج مشترك مصري سنغالي، مصري كيني، مصري اثيوبي، مصري موزمبيقي، يعني ليه ما يبقاش في انتاج مشترك افريقي افريقي؟ وليه دايما الدعم للفيلم الافريقي جاي من الغرب؟
ليه ما فيش دعم افريقي افريقي؟ ده موسم الهجره للشمال كده الطيب الصالح الله يرحمه. احنا طول الوقت ننظر شمالا مش عارف بننظر شمالا ليه، مع ان احنا نقدر ننظر جنوبا او انظر حولك على راي البتاعه بتاعت زمان بتاعت لحظه من فضلك. ننظر حولنا في افريقيا سوف نجد المزيد، بل لدينا في افريقيا جذور حقيقيه وكنوز لم يتم فتحها او حتى كشفها بعد. انا عايز اشكرك جدا 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 الكاتب والسيناريست الكبير الاستاذ سيد فؤاد رئيس مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه. يا ساده يا كرام، السينما الافريقيه بتجري بتجري تاني، صناع السينما المصريين كل ما نزلت جوه وغصت جوه قلب مصر كل ما الفيلم بتاعك سمع. وزي ما قال الاستاذ سيد، بص على فيلم الأرض يوسف شاهين وبص على الموميا شادي عبد السلام هتعرف كلمة السر، هتعرف المفتاح. خلونا نروح لفاصل، ونروح بعد الفاصل على أدب الطفل في معرض الكتاب مع ضيفنا العزيز الأستاذ محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل. استنونا. طيب ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ أدب الطفل، أدب الطفل هو ما بص اعمل مهما تعمل الطفل دايما هو مستقبل أي وطن ومستقبل أي أمة ومستقبل أي شعب، شبانه هم حاضره. الناس اللي زي حالاتي على مشارف الخمسين كل عام وانت بخير، حلو كده؟ طيب الاهتمام بالطفل وبثقافته معناها انك انت بتبني مستقبلك بشكل سليم، بتقدر تنمي وعيه وترفع وعيه وتوسق توسع افاقه. خلوني ارحب وبشده بضيفنا العزيز الكاتب الكبير الاستاذ محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافه الطفل. ازي الصح؟ اهلا وسهلا بحضرتك، وسعيد جدا بالقاء الضوء طبعا على ادب الطفل ونشاط الطفل في معرض القاهرة الدولي للكتاب استكمالا لده، ونشاط المركز القومي لثقافة الطفل وعدد كبير من المؤسسات المصرية اللي في الحقيقة بقى فيه يعني إشارة واضحة وتوجيه مباشر للاهتمام بالأطفال. في الحقيقة الناس كلها بدأت تاخد خطوات جادة، وأعتقد إن إحنا ناقشنا هنا في 9 مساء قرار السيد رئيس الجمهورية 204 لسنة 20 بإنشاء جائزة الدولة للمبدع الصغير في 14 أكتوبر من نفس العام رغم كورونا. في الحقيقة ده كان مفارق في الحقيقة رغم الظروف اللي كانت فيها مصر في الوقت ده، إلا أن القرار ده في الحقيقة كان قرار أسعد كل المتعاملين مع ثقافة الطفل، لأنك أنت بتحط الطفل في واحدة من أكبر الجوائز المصرية اللي مش موجودة في أي مكان تاني. فبعدها في الحقيقة بدأت حالة كبيرة جدا من الاهتمام بعدد كبير من الجهات سواء المركز أو الجهات اللي موجودة في وزارة الثقافة في الحقيقة بملف الأطفال بصفة عامة. يعني الناس كتير بتعتبر أو كنا نعتبر أنه أدب الطفل أي الأدب اللي بيكتبه روائيين أو قاصين متخصصين للأطفال، إلا أنه أدب الطفل لديه وجه آخر، هو فكرة زي ما حضرتك ذكرت كده المبدع الصغير. نعم. روائي طفل. نعم. قاص. نعم. طفل. نعم. رسام زي ما شرحت لي قبل ما يبدأ الفقرة. نعم. أيضا طفل. نعم. أسهب القول أرجوك. لا، هو هنا زي ما حضرتك قلت، هو في مدرسة تعليمية مهمة جدا اسمها البير ليرنينج، اللي هو التعلم عن طريق الزميل. فهؤلاء الأطفال الذين يكتبون لأطفال مثلهم أحيانا بيبقوا يعني ممكن يبقوا بالنسبة لمصر أداة توصيل مباشرة، ممكن يكونوا أكثر كمان من الكتاب الكبار، لأنه بيتكلم عن حالته، هو بيتكلم عن طموحه، بيتكلم عن أحلامه، هو بيتكلم عن تصوراته، هو بيتكلم عن جيله وعن وقته. فلو احنا مجموعة الأطفال، لو احنا بدأنا نكون مجموعات من الأطفال بجوائز كبرى معتبرة غير المسابقات اللي هي اللي موجودة دول، فأنت في رافد تاني مهم دخل للكتابة للطفل زي ما حضرتك قلت بالإضافة للكبار. والحمد لله في مصر وفي العالم العربي في كم كبير جدا من كتاب الأطفال وفناني الأطفال، يعني على أرضية صلبة وقوية جدا نقدر يشيلوا هذا الملف بشكل جيد. ايه بقى اللي حصل في الفتره اللي فاتت؟ المركز القومي لثقافه الطفل كان عنده اصلا سلسله اسمها من طفل لطفل،
وكانت السلسلة دي شغالين عليها إن طفل بيفوز فبنجيب طفل تاني يرسم له. فلما تم إعلان الدورة الفائزين في الدورة الأولى قلنا طيب بدل ما نجيب فنانين كبار ترسم لي الأطفال اللي هم اللي موجودين دول، طب ما نجيب الولاد اللي هم فازوا في الرسم في جائزة دولة المبدع الصغير اللي هي طبعا تحت رعاية حرم السيد رئيس الجمهورية السيد انتصار السيسي ويرسموا لهم. فجبنا الولاد الأول والتاني في الرسم، هم اللي نشروا أو هم اللي رسموا للفائزين في مجال الأدب في القصة وفي الشعر وفي المسرح، ودي كانت يعني إيه حاجة لاقت قبول من الناس كلها. في العام الثاني العدد زاد لأن الجوائز زادت من 16 جائزة إلى 4 إلى 32 جائزة، وفي اثنين كمان كانوا مجتمعين في عمل في الابتكارات والتطبيقات فبقى 34 طفل اللي هيتم الاستفادة منهم بوجود عمل مشترك هيبقى 24 طفل اللي هم ال 12 اللي فازوا في الأداب و 12 من الايه من الرسامين. طيب الكتب دي ظهرت، أيوة الكتب دي ظهرت وبتباع في صندوق التنمية الثقافية في جناح واحد بأسعار مخفضة، وعلى فكرة من الكتب الأكثر مبيعا داخل الايه داخل القطاع أو داخل صندوق التنمية الثقافية. معالي وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكلاني موصية جدا على الولاد دول بشكل أساسي، فبقوا كتبهم موجودة في المعرض وهم نفسهم الأولاد. عملنا محور، وإحنا بنحط محور نشاط برنامج الطفل الدكتور أحمد بهي الدين العساسي طبعا رئيس المعرض، فعرضنا عليه المحاور اللي إحنا هنحطها وكان منها المحور ده اللي هو حفلات التوقيع للأطفال والرسامين الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير. وده كنا بنطعم ده في الايام الاخيره كمان بحد يغني حد يعزف يعني ايه على اساس برضك يبقى ايه اللي فايزين في الحاجات التانيه فبعتوا قالوا لنا طب واحنا فين، فبدانا بالزبط. نجيبهم في الايه في الحتت اللي هي الاخيره لان احنا كنا بنستفيد منهم. في عندنا حاجه اسمها صالون المبدع الصغير وصالون المستقبل الاثنين بيغطوا الفائزين بجائزه الدوله للمبدع الصغير في الحديقه الثقافيه بالمركز القومي لثقافه الطفل. اذا هذا الطفل اللي هو دلوقتي بيواجه الناس وبيتكلم معهم، وطبعا بنشكر القناة الأولى في صباح الخير يا مصر أول امبارح التقت مع بنتين من الفائزات في الشعر وفي المسرح، منهم طفلة من أسيوط ومنهم طفلة من القاهرة، لوجين دي شاعرة وسيلينا دي كاتبة مسرح. إذا أنت دلوقتي بتشكل في الوعي وبيبقى معاك الطفل كمان بيشكل في الوعي، وهي دي الفكرة المطروحة أن الطفل يبقى معاك أداة من الأدوات المهمة اللي هو يبقى له دور معاك فاعل، يعني ما يبقاش أنت بس اللي بتقول له هو بيتلقى، لا هو نفسه دلوقتي بيقول معاك، وهي دي الفكرة اللي احنا كانت مطروحة في المعرض في أنشطته السنة دي. كنا زمان واحنا صغيرين، احنا هنطلع فاصل بس، زمان واحنا صغيرين يعني في مرحلة ما يعني بعد الطفولة كده بشوية في سن المراهقة كنا نقعد نحسد بتوع الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية على حجم اهتمامهم بالأطفال. خد بالك الناس دي مش هزار كانت بتهتم بالطفل اهتمام طبعا مذهل طبعا مذهل. وهبقى احكي لك عليها بعدين عشان ما ناخدش من وقت الحلقه ولا ناخد من وقت ضيفنا الكريم. استنونا بعد الفاصل. طبعا انا لا اخفيكم سرا ان انا خدت هديتي وانا داخل، استاذ محمد ادالي روايه بنات بالتيمور وكتب لي فيها اهداء ومحدش يحاول ياخدها مني وانا خارج بس من الاخر. فخلوني اجدد ترحيب مره تانية بالاستاذ الكاتبنا الاستاذ محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافه الطفل. زدني من الشعر أبيات يا أستاذ محمد لأنه قلت لي كمان إن إحنا اشتغلنا على إنه يبقى في عندنا الحفلة الموسيقية يقوم بها الأطفال ويعزفها الأطفال ويغني فيها الأطفال وكذلك القادرون باختلاف وهكذا. نعم نعم، هو يعني استكمالا لفكرة إن الطفل نفسه يبقى فاعل داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، الدكتورة نيفين كلاني في الحقيقة وزير الثقافة وهو بيتحط البرنامج بتاع بلازا واحد واثنين اللي هو المفترض هيبقى فيه فرق للكبار
علشان تجذب المعرض يعني زوار المعرض، وصت بان يبقى فيه اهتمام بفرق الاطفال، واتكلمت تحديدا كمان على فرق المركز القومي لثقافه الطفل وفرق الاوبرا وفرق الهيئه العامه لاصول الثقافه. فكل يوم هتلاقي فرق من الاطفال دي موجوده وسعيده جدا، يعني كورال سلام بقياده المايسترو وائل عوض، فرقه بنات وبس ودي فرقه للبنات دراما حركيه، فرقه كروكي، فرقه الأراجوز الفنان نصر عبتواب، أيضا فرقة ذوي الاحتياجات الخاصة سواء كانت فرقة الشمس أو فرقة طاقة نور أو المجلس الأعلى للإعاقة. كل الناس دي كانوا مساهمين في أن هم بيقدموا برامج للأطفال أو بيقدموا برامج للكبار. فلما يبقى حد كبير معدي ويقف بالساعة علشان يتفرج على الأطفال، في الحقيقة كده أنت دخلت الأطفال معاك في منطقة أن هو يكون فاعل في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مش أن هو بس جاي يتفرج. زائد بالإضافة أن هو أيضا الأطفال بقى اللي هم الأصغر سنا بيلاقوا حظهم داخل جناح المعرض، في أن هم بيلاقوا ورش بقى مختلفة ومتنوعة من كافة الوزارات في الحقيقة. يعني كانت برضك من الفكرة التانية أن احنا نبعت لكل الوزارات اللي هي بتشتغل مع الطفل، فالدكتور أحمد بهي الدين رئيس المعرض في الحقيقة بعت له كله، يعني مش قطاعات وزارة الثقافة بس، لا ده في وزارة الثقافة وفي وزارة التضامن وفي وزارة الشباب موجودة، وفيه هيئات زي المجالس القومية، المركز القومي، المجلس القومي للطفولة والأمومة موجود، المجلس القومي للمرأة موجود، أيضا التربية والتعليم موجودة بزخم داخل المعرض، أيضا بعض المؤسسات الخاصة اللي هي كانت عايزة تشارك رحبنا بها وشاركنا، وقلنا بدل ما واحد يعمل مثلا 4 أو 5 فعاليات لا يبقى كفاية عليه 2 بس، يبقى كل الناس تشارك. ولو في جهة من الجهات كاتبة اسم حد أو هتعمل حاجة متشابهة وحد تاني هيقدمها، يبقى نكتفي بشخص واحد أو مرة واحدة من الكتاب والأدباء والفنانين اللي هم موجودين. أيضا كان في محور من المحاور المهمة اللي احنا اشتغلنا عليها داخل معرض الكتاب، وهو تحضر الأخضر، وده كان محور مهم جدا في سلسلة في المركز القومي بالعنوان ده. فبقينا نجيب الكاتب ونجيب الرسام ونعمل حفل توقيع معاهم، وحفل التوقيع ده يعني هو بيختلف عندنا في الأطفال عن الكبار، بمعنى ان احنا بنجيب الكتب ونديها هدايا للأطفال، الأطفال ما بيشتروهاش، فبيبقى وكأنه هو لقاء مع الكاتب والرسام مع إهداء الأطفال اللي بيروحوا قاعة 5 كل يوم، فممكن يلاقي له كمان كتاب ياخده مجانا من المركز القومي لثقافة الطفل أو من الهيئة العامة للكتاب. يا ريتني كنت طفل، ده أنا كنت خدتك شوية كتب، كنت رحت كل يوم. لا في أطفال من صباحية ربنا لحد آخر اليوم. من ضمن في عندنا برنامج في المركز القومي لثقافة الطفل اسمه حفلات توقيع، فبقول لهم أنت خدت كام كتاب مثلا، فاللي خد من الحفلة يقول لي أنا خدت 5، قال له خد 5 هكمل له 5 كمان يبقوا 10، عشان حرص مننا الأولاد اللي بيحضروا دايما إن احنا بنهدهم الكتب. ده الاستثمار المعرفي في أبهى صوره ده. الحمد لله، الحمد ده شيء رائع. أنا سعيد جدا أولا باللقاء ده وبأنك نورتنا وشرفتنا، سعيد جدا بهذا النشاط الرائع والملحوظ، حجم الاهتمام بالأطفال إلى هذا المدى، بما يدعوني زي ما كنت بقول لك كده وأتكلم مع المشاهدين، يدعوني إلى تذكر الأيام اللي كنا نقعد نغبط فيها أطفال الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية باهتمام الدولة بيهم. جه اليوم اللي احنا نشوف فيه أن مصر بتهتم بالطفل إلى هذا الحد وتجعله شريك في الفاعلية الثقافية كمان، وده شيء أكتر من كبير ورائع ومهم. أشكرك جدا أستاذ محمد، نورتنا وشرفتنا. الله يخليك، شكرا جزيلا. ونتمنى تتعدد اللقاءات، ومش عارف أقول لك إيه يخليك، شكرا. على أغلى هدية بتجيلي في حياتي. الله يخليك كتاب. شكرا جزيلا. أشكرك. وفي الحقيقة بشكر حضرتك، بشكر دكتورة نيفين كيلاني والدكتور هشام عزمي في الحقيقة، وبشكره على موافقته على عدد كبير من الكتب. يعني المجلس السنة دي داخل ب80 كتاب لأول مرة من فترة في الحقيقة، بأسعار زي ما حضرتك قلت تناسب الناس كلها بشكل جيد جدا، وهيلاقوا ده في الهيئة العامة لأصول الثقافة والهيئة العامة للكتاب، فيتفضلوا في الحقيقة هيلاقوا حاجات جيدة بإذن الله. تجدوا ما يسركم قبل ما المعرض يخلص. صحيح. كل صحيح. الشكر لكاتبنا الكبير أستاذ محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل.